No.
Yeah.
يا سموات
اليهود صلبوا المخلص لأنهم رفضوه ملكا عليه. كل إنسان وكل مسيحي يرفض المسيح يصلبه روحيا ومعنويا، إذ يرفض مبادئه، يطعنه بسكاكين عديدة مختلفة، سكين الحق، العنف، الظلم، الطمع، عدم الأمانة. بكل هذه الأنواع المسيحي يوحي أن يسوع ليس ملكا عليه معها حياة. نحن تلاميذه أمناءه، نكتب ليسوع ملكا علينا، ونعيش هذه الحقيقة في حياتنا في تفاصيلها اليومية.
لكي ينتقل البشرية من أوضاعها السابقة السيئة إلى حالات أفضل. السيد المسيح أعطى القدرة لكنيسته أن تمتص كل آمال وطموحات الإنسان ويسمو بها إلى فوق دائما. رغبات الإنسان المشروعة، آماله، حضاراته، علومه، يدخل المسيح في كل يوم ويغيرها كما الخميرة في العجينة.
تزال.